قانون إداري، نظرية واحد، نظرية القانون الإداري، 2 المسؤولية الإدارية، 3 مجالات الإدارة. نظرية القانون الإداري. القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام لضمان تشغيل آلية الإدارة العامة في مختلف المجالات الاجتماعية. مصطلح إداري نفسه يأتي من كلمة إدارة، والتي تعني إدارة تدبر الدولة، الكيانات القانونية والأفراد الذين يستخدمون أداء مثل القانون الإداري. موضوع القانون الإداري هو مجال العلاقات العامة الذي ينظمه القانون الإداري. علامات العلاقة القانونية الإدارية: الغرض من الإدارة، وجود موضوع قوي، أسلوب الإدارة، طريقة الإدارة هي الطريقة التي تتم بها الإدارة، تعتبر طريقة التحكم السائدة أمرا حتميا مما يمنح الخيار الوحيد الخاضع للرقابة السلوك، تتضمن طريقة الإدارة عددا من طرق الإدارة، الترخيص هو تصريح لمزاولة نشاط معين يمكن التصديق عليه بوثيقة تحمل نفس الاسم، التسجيل، تسجيل الحقائق أو الظواهر وتحديدها من أجل أخذها في الاعتبار ومنحها في وضع الأفعال المعترف بها رسميا، تسجيل الميلاد أو الزواج، الدخول في القائمة في دفتر المحاسبة. تنقسم موضوعات الإدارة إلى مجموعتين: مجموعة الإدارة والإدارة. المدارة هي التي تلك الكيانات تتم تسميتها، على سبيل المثال فرد من رجل أعمال فردي ووسائل الإعلام، كانت قانونية تجارية وغير تجارية إلى آخره. تعمل السلطات التنفيذية ككيان حاكم في هذا الاتجاه. في إطار القانون الإداري تتم دراسة خدمة الدولة والبلديات المسؤولية الإدارية. تتم الإدارة القانونية بثلاث طرق: الحث والتشجيع والإكراه. المسؤولية الإدارية هي نوع من المسؤولية الاجتماعية لعرقلة الإدارة العامة. تنشأ المسؤولية في الإدارة في حالة تركيب شخص مخالفة إدارية، والتي مثل أي جريمة لها التكوين التالي في موضوع جانب موضوعي أو جانب شخصي للجريمة الإدارية. تتجسد تركيبة كل جريمة إدارية في الإجراءات القانونية التنظيمية. على سبيل المثال، قانون مخالفات الإدارية الاتحاد الروسي أو قوانين الإدارية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي. العقوبات الإدارية مقياس المسؤولية. المخالفات الإدارية يحدد قانون المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي الأنواع التالية من العقوبات الإدارية: التحذير والغرامة الإدارية ومصادر الحجز، أداء ارتكاب جريمة إدارية أو إخطائها، والحرمان من حق خاص وما إلى ذلك. جميع العقوبات الإدارية مقسمة إلى أساسية وإضافية. العملية الإدارية هي مجموعة من القواعد الإدارية التي تحكم جلب الشخص المسؤولية الإدارية. تشمل العملية الإدارية الدولة تحكم المجتمع، في هذا المجتمع مجالات اجتماعية معينة، الأسرة والاقتصادية والتعليمية وما إلى ذلك. في كل من هذه المجال يتم تنفيذ الإدارة باستخدام طرق الإدارية. على سبيل المثال، يتم تنفيذ الإدارة في مجال التعليم باستخدام الترخيص، إصدار تراخيص الأنشطة والرقابة وإجراء فحوصات.